بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل بإذن الله اليوم عن تطور اتصال بقاعدة البيانات أو طريقة التعامل مع قاعدة البيانات عن طريق الكود. طبعا احنا بنتكلم عن مايكروسوفت بصفة خاصة. في منتصف الثمانينات نزلت مايكروسوفت اللي هو الاس كيو ال سيرفر، اللي هو أول قاعدة بيانات من مايكروسوفت، لأنه كان مسبقا لما يبنوا البرنامج كان كل مبرمج مطالب إنه يبني قاعدة البيانات تبعته. في منتصف الثمانين في 89 نزلت حاجة اسمها دي بي لايبرري لاتصال في قاعدة البيانات. في 90 نزلت مايكروسوفت اللي هي الإمبيدد اس كيو ال سي للتعامل مع كتابة استعلامات مع السي شارب مع الفي بي أو اللغات الموجودة عندها. في 92 نزلت الأو دي بي سي. الأو دي بي سي يعني كان أول شكل بدائي أو أول شكل مهم لاتصال بقاعدة البيانات مبسط ويسهل التعامل معه. في 92 مايكروسوفت طورته وبنت اشي مبني عليه حسب هذا اللي هو اكتف داتا اوبجكت اللي هو اتصال بقاعدة البيانات. في 95 طورته وسمته اردو اللي هو ريموت داتا اوبجكت لاتصال بقاعدة البيانات عن طريق سيرفر خارجي، لما تكون مثلا قاعدة البيانات على سيرفر تاني مش على نفس الجهاز. في 96 نزل هو الاي دي بي. في 96 برضه نزل اخر تقنية اللي هو مين الادو اللي هو اكتف داتا اوبجكت. الاكتف داتا اوبجكت كان مستخدم يعني بشكل واسع في الفي بي 6 وكان يعني محبوب وسهل وكثير فيه مزايا. لما جت الدوت نت استخدمت مين الادودو وخلته ادو دوت نت، طبعا نفس الصيغه القديمه نفس الشكل نفس يعني نفس المبادئ بس طورته للدوت نت. عاد احنا يعني اللي بنشوفه احنا في الوطن العربي الادو دوت نت موجود من 2002، احنا في 2010. من 2002 2010 8 سنوات نزلت كل هذه التقنيات، احنا في 2011 نزلت كل هذه التقنيات محدش استخدمها، كله حتى مستخدم مين الادو دوت نت. طبعا هذا عيب في المبرمجين وعيب في الناس اللي بتعلم المبرمجين انها علمها قديم وبتعطي المبرمجين. في بعد الادو دوت نت مايكروسوفت طورت حاجه اسمها بوكو فريم ورك، هتكلم عليه لاحقا. هندخل في اللينك ان شاء الله نتكلم اليوم عنه يعني بتوضيح، اللي هو نزل في 2007. اللينك في 2007 نزل عمل ثورة كبيرة في يعني اتصال قاعدة البيانات، وفي كتير حاجات هنتكلم عنها ان شاء الله. في 2007 مايكروسوفت طورته وخلته لينك تو اس كيو ال، طبعا نزل في اصدار فريم ورك 3 اللي صار لينك تو اس كيو ال، لينك خاص بالاستخدام على قواعد البيانات. عندنا هنا في 2008 اجى الانتيتي فريم ورك. الانتيتي فريم ورك مبني على اللينك لتسهيل التعامل مع قاعدة البيانات لعمل داتا اكسس بسهوله. الويندوز كوميونيكيشن فاونديشن داتا سيرفيسز والويندوز كوميونيكيشن فاونديشن ريتش انترنت سيرفيس طبعا نزلوا في 2009، هدفهم التعامل مع قاعدة البيانات كانها سيرفيس، يعني عشان ندعم حاجه اسمها السو اللي هي سيرفيس اوبجكت اركتشر للتعامل مع قاعدة البيانات كانها خدمات زي ويب سيرفيس ويندوز كوميونيكيشن فاونديشن. في 2009 برضه نزلت الديناميك داتا. الديناميك داتا لها فوائد كثيره ولها تسهيلات كثيره على المبرمجين، بس برضه احنا ما استخدمناهاش، طبعا هذا كله تقصير منا ان احنا كنا نستخدم الدوت نت. في 2010 نزلت الاو داتا. الاو داتا هنتطرق لها ان شاء الله لانها بتبسط كل حاجه، يعني بتشمل كل يعني تطور العلم فيها، يعني وضعت مايكروسوفت كل خبرتها فيها لتسهيل التعامل مع قاعدة البيانات والوصول لها بأبسط الطرق. في 2012 برضه هتنزل كمان تقنية اللي هي ام زائد كوادرنت لاتصال قواعد البيانات. لو طلعنا مثلا هاي الادو دوت نت النمط القديم، بدنا نعرف كونكشن، بدنا نعرف كوماند، بدنا نعرف داتا ريدر، بدنا نعرف داتا ست او داتا تيبل، ونعبي الاس كيو داتا ادابتر خليه يعبي الداتا تيبل. هذا النمط القديم كان لازم نكتب كود طويل اللي هو افتح الكونكشن بعدين ونفذ الاستعلام ورجع القيمه واعمل عمليتك على النتيجه المرجعه وبعدين نسكر الكونكشن. طبعا ان شاء الله هذا النمط في اللينك هنلغيه كله، هنصير نكتب سطر او سطرين فقط عشان نرجع البيانات خط يعني خطوه واحده. هاي نطلع على بنية الادو دوت نت والادو. الادو بتستخدم محرك ال او ال دي بي
المبني على الاو دي بي سي اللي بتصف قاعدة بيانات. شوفوا يعني حتى البنية هذه بتستخدم ما زالت البنية القديمة، الدوت نت الادو بتستخدم البنية القديمة اللي هي الاو دي بي والاو دي بي سي. ها طبعا له عيوب كثيرة، اهمها هي قصة البوك اب. مع اللينك الامور حتكون ابسط. نلاحظ ان الادو دوت نت بستخدم في النهاية الاو دي بي سي او الاو دي بي لتصير قاعدة البيانات. اللينك بتصل مباشرة بينه وبين قاعدة بيانات طبقة اللي هي مشتركة عشان تصير اي قاعدة بيانات اكس ام ال اي قاعدة بيانات. فهذا اللينك اسرع اضعاف اضعاف المرات من تستخدم الادو دوت نت العادي. بحكي على الاس كيو ال، بحكيش عن الكوليكشنز. في الكوليكشنز احيانا بيكون الكود العادي الفور مثلا او الفور اتش اسرع. الان ندخل نحاول نتعرف على اللينك، بس قبل لازم نتكلم عن بعض الامور الاساسية. نيو ويب سايت نسميه هنا ويب سايت واحد. هتكلم عن ال حاسمها كوليكشن انيشاليزر. هاي ديم اس از سترينج، هذه عبارة عن اري من سترينج. مثلا نعرف احنا كوليكشن مثلا ديم اي از نيو ليست اوف سترينج. الان السترينج اللي بنضيف فيها بنقدر نستدلها مباشرة اللي هي القيم تبعتها. نفس الصيغة بنقدر نسند القيم لل يعني بالصيغة القديمة لما نسند القيم للكوليكشن نكتب كالتالي a dot add a dot add a dot add وهكذا. الآن مع الكوليكشن انيشاليزر نقدر نسند القيم مرة واحدة. dim b as a new list of string من هي قيم التاريخ. الآن هذا السطر يساوي هذا السطر. الهدف من الكوليكشن انشاليزر انه احنا نعطي القيم لحظة التعريف. طبعا في سي شارب نفس الفكرة ليست اوف وبنكتب القيم مباشرة بهذا الشكل. الآن احنا قلنا نطبع response.py b مثلا صفر. خليل هاي بي مثلا الواحد حيث فاينانس. نفترض ان احنا عندنا هنا ايش كلاس مثلا كلاس بيرسون بابليك بروبرتي نيم سبرينج بابليك بروبرتي Age as string. طبعا هذه خاصية جديدة في الـ ASP.NET 4 .NET 4 انه مش لازم نعمل set to get. هو ضمنيا بعرف متغير برايفت من نوع underscore age نوع string وبحط set to get. يعني هي فعليا بكون عامل زي هيك set to get وعنا زي هيك برايفت age as string وهنا get return age وهنا age يساوي value. هذا السطر احنا بنقدر نستغنى عنه ونكتب مباشرة زي هيك. هو ضمنيا بكون عامله. لو جينا نكتب هنا مثلا dim underscore age as string حيطلع لنا error لانه هذا السترينج موجود مسبقا. ايوه بابات ايج امبليسيتي ضمنيا ديفاينز ات اندرسكور ايج ويتش كونفليكتس وذ ممبر اوف ذا سيم نيم اند كلاس بيرسون. لا بينفع احنا نعمل نعرف مثلا نيجي نعرف هنا بيرسونز مثلا ديم
أيمن as new person، ونكتب هنا أيمن dot name يساوي أيمن، أيمن شاهين، وعندنا أيمن dot age يساوي اللي هو مثلا 22. طبعا احنا بنفهم نعمل كونستراكتور ونجبر البيرسون انه يحطه، ممكن نعرف متغير تاني اللي هو مثلا تالا، مثلا ديم تالا از نيو بيرسون تالا دوت ايج يساوي 19، تالا دوت نيم يساوي تالا. اذا ما فهمنا نعمل list of person dim list مثلا lp as new list of person مجموعة من الأشخاص. هنا بنضيف فيها بنكتب lp dot add mean item as اللي هو person اللي هو عندنا أيمن، وعندنا مين كمان lp.add اللي هو تالا. طب لو بدنا نعمل احنا نفس collection initializer بينفع نعمل نفس collection initializer لما يكون عندنا ال class هذه، بينفع نعمل كالتالي مثلا dim lb collection as new list of person، وتاخذ نفس الفكره from اللي هو ايمن ومين وتالا خطوه واحده بدل ما نكتب هذا الكلام، نفس الفكره بنستخدم هنا. طب نفترض احنا بدنا نعرف المتغيرات من هنا، بينفع احنا نعرف المتغيرات من هنا؟ هنخش على حاجه اسمها اللي هي كوليكشن، مش كوليكشن انشالايزر، اوبجكت انشالايزر. في الفي بي هي اساس موجوده في الفي بي، نكتب مثلا ديم بي او مثلا ديم بي 2 از نيو بيرسون، ونكتب ويز بي 2، نكتب زي كده دوت نيم يساوي كده ودوت ايج يساوي ابن ايام. هذا بس بتوفر علينا كتابه البي بي 2 اسمه. طبعا مايكروسوفت اعتمدت هذه ميزه جديده في دوت نت فريم ورك 3.5، لان بعد ما مايكروسوفت عملت ميزه جديده صارت، طبعا ما صارت في السي شارب والفي بي بالصيغه التاليه ديم مثلا ماي بيرسون از نيو بيرسون وذ، يعني لما نقول كوليكشن الكوليكشن من هذه المجموعه، اما الشخص بياناته اعرف خليل بهذه بهذه البيانات وذ هذه البيانات وذ، نفتح روس دوت ايج يساوي 10 فاصلة دوت نيم يساوي 20. خطة واحدة استغنينا عن هذا الكلام، هيو وذ نكتب وذ دوت الايج دوت نيم اي خاصية بدنا، ينفع نكتب واحدة احنا الشرط نكتب تنتين ما فيش عندنا مشكلة، واحدة واحدة بنفع احنا، يعني هذا بديل عن الكونستراكتور، يعني بنفع احنا نعمل كونستراكتور ونعطيه فيها مباشر. كان هنا بيرسون له نيم مثلا، هات نسحب كلاس ثانية بيرسون 2، لو كلاس 2 له كونستراكتور نعرف نفس الفكرة از نيو بيرسون 2، ولازم هنا ايش نعمل؟ لازم نعطي كونستراكتور نعرف هنا 2 public او sub new، عندنا مثلا بتاخد باراميتر عن السترينج، يعني لازم نبعته ايش الكونستراكتور اللي هي القيمة. بنفع الآن ندمج هذا الكلام مع الكوليكشن انشالايزر، نشوف الآن نعمل ليست ثالثة ديم ال مثلا از نيو ليست اوف مين بيرسون، ونستدل القيم التالية from نفتح هيك
نكتب راحتنا from a new person with mean اللي هو القيم التالية dot name يساوي بي واحد و dot age يساوي مثلا 33. هاي الأول. حقيقة الثاني new person with اللي هو البي دوت نيم يساوي مثلا بي 2 والايج دوت ايج يساوي 33 مثلا. وهيجتنا سكر مين جوس اللي فروم احنا كنا حاطينها في هذا هو احنا يعني نجمدها شوية وزي هيك. هاي الثاني لان نحاول نقطع response.right اللي هو عندنا loop dot اللي هو او loop بالصفر dot name حطينا مين اللي هي بي واحد. ممتاز. طبعا الكلام هنا كتير في كتير خيارات ممكن نعمل. ممكن لو له كونستراكتور نضيفه كونستراكتور. لو له مثلا اكتر من قيم نعمل قيم. ممكن احنا يعني نبدع شوية نستخدم مثال حي اي مثلا البند ونيجي نعرف في باتون او تكست بوكس دمتي از نيو تكست بوكس ونعطيه القيم مباشرة اللي هو ود دوت تكست يساوي خليل دوت مثلا الهاي الود يساوي 200 دوت باك كلر يساوي ازود بانل واحد دوت كنترولز دوت اد اللي هي التي هذا كومبايليشن بنا واحد از نت دكتير مش حافظين الصفحتين نحدث هاي خليل راح سند القيم مباشرة في سطر واحد. لو فتحنا هنا يعني في كتير أمثلة على الكلام ممكن يعني وفرت علينا سطرين أو ثلاث أربع أسطر في سطر واحد وسريعة عشان الواحد ما ينساش. لأن هذا الكلام هندخل على حاجة تانية اللي هي اسمها Anonymous Type. هاي بيجي اتنين هندخل على Anonymous Type. إيش Anonymous Type؟ نعرف هنا مثلا كمان مرة كلاس كلاس مثلا employee public property id as integer و public property date of birth as date time. فاحنا نكتب كالتالي dim t as a new imp imp t dot date of birth يساوي نعم و t dot a id يساوي 10. نفترض ان احنا مش عارفين النوع هذا اللي هو temp بنفع نكتب كالتالي dim t يساوي new imp تي مستخدم دم تي اي يساوي نيو تمب ونسند القيم مباشرة نفس الفكرة تي اي دوت اي دي يساوي 20 تي اي دوت ديت اوف بيرث يساوي ناو. في طريقة يعني هذه الطريقة وهذه الطريقة في طريقة انه احنا حاسمها انا ماستايب انا بدي اعرف نوع
غير موجود مسبق، بيعرف كلاس في خطة واحدة في سطر واحد لاستخدام سريع. فأكتب dim pair يساوي new with dot مثلا name يساوي مثلا person واحد مفصلة dot age يساوي مثلا هاي مثلا 88 فاصلة دوت ديت اوف بيرث يساوي ناو. لاحظوا هذا جملة صحيحة ما فيش فيها خطأ، لكن برضه عندناش خطأ. طبعا الفي بي فيها ميزة عن السي شارب اللي هو الباك جراوند كومبايلر. احنا كتبنا سطر في السي شارب كان في خطأ مش حيظهر على طول، بعد بشوية بيظهر، ممكن نعمل كومبايليشن عشان يظهر. في الفي بي لو في خطأ كان ظهر على طول. ديم بي يساوي نيو، عرفنا نوع جديد كليا في خبطة واحدة اللي هو كلاس، وعطيناها القيم التالية فيها متغيرات اللي هو النيم والايج والديت اوف بيرث. لو حطينا المؤشر على البير هنجد ديم بير از انونيمس تايب. نوع البير هذا انونيمس تايب، ايش انونيمس تايب؟ هو نوع مجهول، فيش الكلاس ما كتبناش يساوي نيو ام دي او نيو بيرسون، بس احنا استندناه قيم مباشرة. كتبنا بير دوت حيطلعنا عندنا الايج والنيم الديت اوف بيرث والنيم. لاحظوا الايج اخذ لحاله انتجر، والديت اوف بيرث اللي هو ديت، والنيم اللي هو سترينج. هذا انا مستعد. في السي شارب فيش كلمة ديم، ففي كلمة فار. كلمة فار هدفها ان نعرف متغير، نعمل انا مستعد او نش او ننشئ يعني متغير من نوع في الران تايم. يعني في السي شارب لو كتبنا فار مثلا بير يساوي كذا، بصير نوع البير هو ايش؟ انا مستعد. كده مثلا في السي شارب كتبنا فار مثلا ال فار مثلا var x يساوي 10 هيك. في السي شارب هذه بيعتبر x نوعها انتجر على طول في نفس نوعها string، في نفس اللحظه بيعتبرها string. في دوت نت 4 في حاجه اسمها dynamic type. dynamic type تقريبا نفس الفار، بس ايش انه بشغل مش في المنطقة، يعني مش اثناء التنفيذ اثناء التصميم، لما ننفذ الكود ساعتها بفحص ايش النوع وبحوله. هو الديناميك اثناء التنفيذ مش اثناء التصميم. مش موضوعنا المهم. العلم في السي شارب هي فار مثلا فار بير يساوي نيو ويد القيم التاليه. هذا هو الانيمال تايب. الانيمال تايب هنلاحظ انه له استخدام كثير في اللينك. لو احنا هنطلع من اللينك عباره عن كوليكشنز من داتا بيس، هنستخدم الانيمال تايب لهذا الغرض. فكرة بسيطة عن الماس تايب، وفي عليه كلام بس احنا بعناه هذا الكلام الأساسي. الآن ننتقل اسمه الإكستنشن ميثود. الإكستنشن ميثود هي عبارة عن ميثود تم إضافتها لكلاس موجودة مسبقا. إيش يعني هذا الطلاسم؟ أنا الآن عندنا مثلا اللي هو مثلا date time مثلا now dot. في عندنا هنا بعض الخصائص بعد البار ميثود. انا بدي اضيف ميثود على ميثود تبعت التايم ناو، او ميثود على سترينج، او اضيف ميثود على كلاس معينه، بس انا بديش اورثها. اذا بضيف ميثود بدي اورثها واقعد اشوف ايش في مثلا اذا هي باك ابستراكت ايش بضيف عليها. يعني في كثير عندي خيارات لازم اعملها عشان اضيفها للميثود لو بدي اعمل وراثه. الاكستنشن ميثود هي عباره عن ميثود بنعرفها برمجيا، مش حندخل على تعريفها. هي بنكتب مثلا بنورث الكلاس مباشره، وبنكتب باب اكستنشن، ولازم تكون ستاتيك عشان نعرف ميثود اكستنشن ميثود. حنشوف مثال عليها. في عندنا هنا في الميثود هنا لو جينا على string مثلا dim p as new او dim x as string اكس دوت، هذول الميثود اللي جنبها ازرق هذا اكستنشن ميثود. اكستنشن اكستنشن سام سيلكتور از سيستم دوت فانك. طبعا هذا كلها بتستخدم حاجه اسمها، اغلبها بتستخدم حاجه اسمها لامدا اكسبشن، هناخدها ان شاء الله. از ديسيمال تسعه فالوز الها
computes the sum of the sequence of system to decimal values that are obtained by invoking transforming كلمة. هذه كلها عبارة عن ايش؟ extension method، انضافت في الاخر يعني، انضافتش في، مش موجودة في الاساس، تم اضافتها اضافة. هاي برضه هنا function of car boolean، يعني هذا عبارة عن مين؟ عن lambda expression. اللامدا اكسبريشن، طبعا اللامدا اكسبريشن لها عدة استخدامات، ممكن احنا نتكلم عن استخدام سريع لها اللي هو مش خارج الدرس، بس طالما نتكلم عنها نذكرها. دم بي او بلاش دم with events p او b as a new button. لما نبدأ نقتنص حدث الضغط على الزر، كيف ممكن نقنصه؟ في سي شارب نكتب بي دوت كليك بلس ايكوال نيو ايفنت هاندلر بنكتبه، في في بي نفس الفكرة نكتب اد هاندلر بي بي دوت كليك وادرس اوف مين؟ اسم الايفنت اللي هو بنبعت له، هذه هي الديليجيشن اسم الايفنت. طبعا احنا ممكن عشان نوفر حالنا نسحب بطن نطلع ضغطين ونقول له ادرس اوف مين البطن كليك ونبعت له القيم، لازم نبعت له القيم. هذه الطريقة القديمة اللامدا اكسبريشن متوفر علينا، كتبت هذا الكلام وعمل ميثود برمة، ممكن نكتبها في سطر واحد من غير ادرس اوف سب هذه اللي هي لامدا اكسبريشن، كتبنا في خطة واحدة اللي هي مين؟ اللي هي الفانكشن هنا اللي هي المباراة أو السب اللي برنا كتبناها في خطة واحدة نكتب ما بدنا إياه. مثلا response dot write pressed أو clicked. هات نكمل، في هنا عندنا بانل، نضيف بانل بانيل واحد دوت كنترول دوت اد اللي هو البي. نشغل الصفحة كليك. طبعا ينفع احنا لو بدنا نرجع قيمة نعملها فانكشن، في كتير خيارات ينفع احنا نعرف فانكشن في سطر واحد نستدعيها، مش موضوعنا، بس هي فكرة اللامدا اكسبريشن. هنشوف الآن كيف ممكن نكتب لامدا اكسبريشن عشان نبسط بعض الأمور اللي كانت تاخد وقت كبير زمان. نفترض إنه عندنا هذه الفانكشن، نخش شوية على اللينك نكتب في الكود دم نعرف مثلا كوليكشن فيها مجموعة من string ونحاول نقرأ منها قيمة معينة حسب شرط. نكتب مثلا دم names as string يساوي خليل و ناس وجينا وأحمد. لو بدنا احنا نعمل نبدأ قيمة من هذه الأرمية، نكتب for each s as a string مثلا n اللي هو name if s dot starts with يبدأ ب مثلا عندنا الجي ايش يعمل؟ response dot write ال s ننفذ هذه حيطلع لنا جينا. هذا السطر عشان نجيب مين؟ العنصر اللي بيبدأ بحرف الجي.
بنفع احنا مباشرة نكتب for each s in name. ايش اللي بتصير؟ بتصير s من نوع string. طب كيف عرفها؟ نفس فكرة ايش الانيمال تايب، انه هو بيعرف يعني بيقدر يعرف المتغير حسب النوع. يعني هذا عبارة عن collection of strings، فلازم تكون الاس اللي بنعمل عليها عبارة عن string. ينفع نكتب هيك وينفع نكتب هيك. طيب ايش الجديد في الكلام؟ الجديد انه احنا عن طريق اللينك بنفع نعمل ايش خطوة ابسط. يعني مثلا dim x as string يساوي from الان بدنا نكتب احنا جملة link يساوي from، نكتب اي حاجة from مثلا k، ممكن نخليه نعرفه ممكن يكون ايش برضو انيمال تايب as string in mean في النيمز where اللي هو ال k dot starts with j. ينفع نكتب كمان مرة or أو and، إنما يعني أكثر من شرط في خط واحدة. هذا أشبه باستخدام الأسوجال سيرفر. from اسم التيبل اللي هو نوعه كذا موجود في النيمز وير ال k اللي أنا بدي إياه، هذا link to object link to collection. ممكن نكتب and أو or else مثلا or else k dot starts with مثلا k، بلاش كده عشان ما تقولش ايه. وبنفع نكتب بكتب ده انا select k، هي مش اجبارية يعني. هاي في خبطة واحدة جبنا هنا مين اللي بيبدو بحرف ال j واللي بيبدو بحرف ال a ناصب. بنفع الان نطبع for h x s as string in x response dot write mean اللي هو الاس and br. هنا بيتو كاست اوبجكت سيستم لو سيلكت اتريتور لاسترين. طبعا الخطأ هنا انه احنا هذا بترجع عبارة عن كوليكشن، فالصح انه نسيب هذه هيك حرمة برضو ايش عبارة عن انانيمس. الان الاكس بتصير ايش بحاله بعد نفع اكس از سيستم دوت كوليكشن دوت جينيركس دوت اي انابل اوف سترينج. الان ننفذ عندنا جينا واحمد، طبعا جينا الاولى انكبت من هنا. نجينا واحمد طبعا صح نكتب زي هيك عارف، الا من عارف لحالنا اللي هي system.collection.generics.enable.string. بنفع احنا يعني لو عندنا كمان بيرسون نكتب كالتالي، هي public class person p dim public public property name as string و public property age as integer. فنكتب كالتالي نحاول ندمج الشغل dim li as a new list of person الان from هذا ايش هذا بصير object initializer from a new person هذا صارت ايش حقتنا collection initializer object initializer ولا collection initializer with dot age يساوي 20 و dot name يساوي مثلا دي دي. كمان واحدة new person with دوت ايج يساوي مثلا 33 ودوت نيم يساوي مين مثلا اي اي وسكرنا. وبدنا كمان ايش تسكيرة من الفون. هذا الان استخدمنا الاوبجكت انشالايزر والكوليكشن انشالايزر. الان بنفهم عليها ايش فور جملة لينك ديم واي
يساوي from اي متغير، هاي كي او بلاش كي، هاي مثلا ال، من فنعمل از ومن غير. اذا ما عملناش از هو تقنيا حيفهم منها ايش بيرسون، از بيرسون ان مين ال ال اي، وير اللي هو ال ال مو فاكت بتستارت ود اند ود. انا بدي اياه يساوي مثلا مين ال ال دوت نيم يساوي مين دي دي. الان واي ايش هذا؟ عبارة عن ايش؟ كولكشن. لو عملنا فور فور ايتش فور ايتش مثلا بي از بيرسون ان الواي ريسبونس دوت رايت بي دوت ايج. طبعا احنا عندنا مين اللي بيبدا بحرف الدي دي اسمه لا دوت نيم هو بيرسون اللي هو عمره 20. لو قدرنا نطلع ايش حطينا ال 20 هاي 20 وينفع يغيرنا اي اي مثلا اللي هو الثاني هاي 34. طبعا هذه عشان الفكرة هذا بقى ليست اوف مش بيرسون سترينج زي هاد مباشرة، لا هذا بقى ليست اوف بيرسون فلازم نحدد و دم واي فروم ال از بيرسون ان ال اي وير ال دوت نيم. ما ينفعش نكتب مثلا زي هنا ال يساوي مثلا ال لحالها، لا عندنا في ال في عندنا اثنين بارتس هذه النيم والايش. طبعا الكلام هنا بكتر في الامثلة، هنكتفي بهذا المثال وراح ناخذ مثال ثاني او مثال اخير اللي هو هناخذ كيف ممكن بخبطه واحده نعرف هذا الكلام. الان حتزمنا هنا لمدا اكسبريشن، هاي ديم ام يساوي عندنا ال اي دوت في ان هندخل اكستنشن، هذا عباره ايش عن اكستنشن ميثود، وفي ان بنفع ال او في ان الوير، في عندنا وير وير ومرة واحدة نصلها. لأن ناخد ال عشان أبسط، ناخد سنجل السنجل هذه لحظة بتاخد ايش لو احنا وقفنا عليها السنجل public function السنجل لها تلات overloads، من ضمن الاوفرلودز اللي هي تاخد مين function اللي هي مين اللي احنا بنسميها الدم اكسبشن فانكشن او سب فانكشن اوف اي متغير هي مثلا ان حيث الان هذا الفانكشن تاخذ ان حيث لقيت عندنا مين الان هذه عباره عن نوع مين بيرسون. شايفين حد محطين عليها دم ان از ديفولت 3 دوت بيرسون. فهم ضمنيا انه الفانكشن هذا الان بدنا نرجعه هو عباره عن بيرسون دوت ان ايج يساوي 33. ايش لقيت نوع الام؟ بيرسون. ايش سنجل؟ سنجل انه فقط اجى لنا عنصر واحد زي كانه بنعمل ديستنكت او سيلكت توب 1 يعني فقط عنصر واحد. لو جينا نطبع ريسبونس او عشان ما نتوهش response dot write an dot name هيبقى لنا مين ابو 33 عمره اللي هو اي اي. ينفع احنا برضه هذه وهذه ندمجهم في سطر واحد كالتالي dim last يساوي ال اي دوت وير. لاحظوا نفس الفكرة function مثلا الان حيث الان دوت مثلا بلاش دوت نيم اه دوت نيم دوت starts with a بدنا كمان قوس بدنا كمان قوس سكر من قوس نكتب هنا
نفس الشيء فور each pairs p أو p as new as person أو بفهم دائما عارف for each p n اللي هو last يطبع اللاست طبعا ايش نوعها برضه بتاخد collection of mean of person response dot write اللي هو p dot name او dot age عشان نحدد هتبقى هنا مين اللي هو 33 كان مرة هسير هنا AA 33 هذا وير هذا سنجل بترجع مين بترجع واحد يعني احنا لو كان عندنا هنا 233 حترجع واحد هنا لو كان في 233 حترجعهم هم الاثنين الوير طبعا في كثير ميثودز يعني احنا اخذنا ابسطها اللي هي سنجل وير معلومة نسيتها يعني بنفع احنا هنا نرتب نقول له alter by مثلا نرتبها حسب مثلا اي حاجة وبنفع نقول له مثلا ascending order by ascending or else نحن شوية هيا عنا هنا distinct group not join under by k ascending يعني اجيبهم ايش تصاعدي يعني اول واحد اللي هو الجي هيجيب هيك ويرتبه زي ما هو فنقول order by k descending مثلا هات نشوف الفرق بينهم يعني هات بقى لنا مين احمد وجينا ascending ونشوف لو ضربناهم descending عشان يجينا احمد كثير في خيارات كثير يعني عندنا اوردر باي كي في عندنا كثير خيارات وفا كمان عملنا سب كويري عليها هي ascending لان نرجع هنا لان ندمج هذه الجملة وهذه الجملة في سطر واحد نعمل for each مرة واحدة for each p in li dot where بالكامل لفوق function مثلا اللي هي ال n او اي حاجة حيث ال n dot age يساوي 33 response dot write mean اللي هو ال p dot name هتبع لنا اللي هو فيش عندنا ده واحد اللي هو AA ايه ممكن نقول له لو حطينا كمان واحد هيختلف كل الشغل بس هتنضيف هيغير دي دي نخلي هذا اي او بلاش بي بي بس عمره 33 سيكون كلمه ده ماتش اليمنت هذا في السنجل مش مشكله نرجعها طبعا سنجل احنا نكون متوقعين انه عندنا بس واحد يعني متأكدين انه عندنا بس واحد فقط يعني عندنا بي بي و اي اي ننفع هنا ايش برضه نكتب له select بي ان ال اي وير ال اي function of a name لأنه بنكتب هذا الكلام في السي شارب نفس الفكرة for each where طبعا تفش عندنا في النوم داكسلشن function بنكتب and يساوي أكبر اللي هو and dot age مباشرة من غير function نحذف كلمة function بس مباشرة هذا هي النوم داكسلشن شوفوا هذا السطر في سطر واحد استغنينا عن كل هذا الكلام سطر واحد استغنى عن هذه وهذه. طبعا
طبعا الكلام بيكتر، يعني ممكن نكتب اكتر من شرط، نكتب اكتر من اف، وير ايج يساوي كذا، اند، او كتير عندنا خيارات. وهي ما حتى البي هنا هيعرف تتعين من بيرسون. هيك احنا تكلمنا عن الكوليكشن انشالايزر، الاوبجكت انشالايزر، الاكستنشن ميثود، الانيمال ستايل، وتكلمنا عن لينك تو اس كيو ال، لينك تو اوبجكت، لينك تو كوليكشن. لسه ما تكلمناش حتى عن في عندنا لينك تو اكس ام ال ولينك تو اس كيو ال. طبعا لينك صار اللي هي لانجوج انتجريتد كويري، لانجوج انتجريتد كويري يعني اللي هي يعني لغه استعلام الضمنيه في الكود. هنلاحظ ان شاء الله المره الجايه انه في الاس كيو ال حيكون عندك تعامل كتير سهل مع اللينك، وحيكون عندنا كمان تعامل مع الاكس ام ال سهل. وحندخل بعدها على الانتيتي، نشوف ان الانتيتي مبنية عليها. هذا كلام يعني غريب في البداية بس بحتاج لمراجعة، بصير بسيط. لو احنا هيك كمثال سريع ضربنا ايش يعني فريت اللينك، هي صفحة جديدة بنفع احنا نضيف اد نيو اتم اللي هو لينك تو اس كيو ال، نسميه داتا كلاس مثلا واحد. نعم نفتح هنا الداتا سورس. طبعا انا مبسط بس انا بستغرب يعني ليش الان ما بنشرحش او بنعطاش. الان مبسط جدا. هاي عنا هاي ديفولت، هاي جدول مثلا اسمه مثلا ريسورسز، هاي ناخذ كل هذه الجدول مرة واحدة نسحبها ونرميها. مبسط انا نكتب داتا سيت، هيعرف لنا جداول. طبعا فيش علاقة بين هذا الجدول وهذا الجدول، بنفع من هنا انا اصل اي جدول وغير اي قيمة منه، حيغير اسم. طبعا هذا اسم البرمجة. لو احنا سكرنا فتحناه من جديد نلاقيه اكبر اجمل، بنفع من هنا نغير نصل الحقول الخاصة اسهم انفر 150 جدول السورس وهكذا. طبعا ايش هذا الفايدة منه؟ لما نيجي هنا نتعامل مع الجريد فيو على سبيل المثال، هاي جريد فيو، هاي نيو داتا سورس لينك، هاي في عندنا بس داتا كونتكست واحد. نكست حيجيب عندنا التيبلز، هاي جدول مثلا سورسز، وبدنا نروح اكزام، وبنفع نعمل وير ووردر باي والحاجات هذي. فينش فيو البراوزر مبسط جدا مثل الداتا سورس العادي بس اللينك لازم نعمل لينك. طبعا هذا اسرع بكثير من الداتا سورس العادي له مزايا كثير، بنفع نعمل عليه بيجنج يعني افضل بكثير، ما يستهلكش يعني نحن نعمل سيلكت من السيلكت عادي. لو حتى احنا بنعرض 10 قيم في الصفحه في الجريد فيو هو بيعمل سيلكت، لو في 1000 رو بيعمل سيلكت بيرجع جمله استعلام 1000 رو. اللينك بنفع احنا نخصصه لو عملنا بس بيجنج 10 يعرض فقط 10، ما يرجعش يعني كل ال 1000 رو. ان شاء الله جاي هنتكلم عنه تفصيل لينك تو اس كيو ال ولينك تو اكس ام ال، وناخذ الداتا سورس بالتفصيل.